قال عبد الله بن عمر: كان عمر بن الخطاب يقول: لو مات جدي بطف الفرات، يعني بطف يعني بناحيتي، لخشيت أن يحاسب الله به عمر. جدي، جدي يعني زي العتوت يعني. وعن عبد الله بن عامر قال: رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض فقال: يا ليتني كنت هذه التبنة، ليتني لم أخلق، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أكن شيئا، ليتني كنت نسيا منسيا. ثم ذكر ابن الجوزي ما ذكرته في بداية الكلام، قال: عن عبد الله بن عيسى قال: كان في وجه عمر خطان أسودان من البكاء، وكان يتعبد لله تعالى. عن سعيد بن المسيب قال، أو المسيب قال: كان عمر يحب الصلاة في جوف الليل، يعني في وسط الليل. دي يا جماعة عبادة، والله نصيحة لأي زول داري غض بصره بالنهار وتعبه بس يصلي بالليل. عندك مشاكل دار تحلها بالنهار بس صلي بالليل وأدعو الله سبحانه وتعالى. يا أخي القرآن ده لو قريته بالليل شفت عنده أثر أكثر من بالنهار. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مشنو قيلة، يعني عنده أثر أشد إذا صح التعبير. يواطئ فيه الصوت واللسان القلب، أو العكس، يعني القلب واللسان مجتمعا سوا، تبتقرأ وبقلبك شنو تخشع. صلي بالليل، ذول يدعو الله ويتضرع لله سبحانه وتعالى. طيب، من كلامه ومواعظه رضي الله عنه، هذه الوقفة قبل الأخيرة، الوقفة التاسعة. عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ذول حاسب نفسه، ماشي للخير ولا ماشي للشر، من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. في ذنوب تلقاك سنين ما قادر تخليها، حاسب نفسك كل مرة تنظف. في حاجات في القلب تنظف حتى تلقى ربك بقلب سليم وبصحيفة بيضاء وبعمل صالح. وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا، يعني إذا وزنتم أنفسكم اليوم فإنه أهون إليكم أو عليكم في الحساب غدا. كلما حاسب نفسه العبد في الدنيا فإنه يخفف من عذاب الله، من حساب الله يوم القيامة، لأنه إذا حاسبها في الدنيا تاب إلى الله واجتهد في الخير يخفف على نفسه في الآخرة. قال: فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. قال: فزينوا أو فزينوا للعرض الأكبر، يعني زينوا أنفسكم وتزينوا أنتم للعرض الأكبر. بماذا يتزين العبد؟ بتصفية نفسه. ولذلك أقسم الله في سورة الشمس 11 قسما متتابعة، 11 قسم، قسم وراء بعض، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها جواب القسم قد أفلح من زكاها. 11 قسم الله يقسم لك، وبعد القسم يقول قد أفلح، قد أداة تحقيق، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، التزكية من التطهير والنماء، طهرها من الشر ونماها بالخير. وقد خاب من دساها في الذنوب والرذائل والشر. طيب،
ثم قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تلا هذه الآية. قال وعن الأحنف قال قال لي عمر بن الخطاب يا أحنف، شوف عليك الله المواعظ دي جميلة كيف، قال لي يا أحنف من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، يعني أكثر من المزاح، وإلا فإن العبد يستخدم أحيانا شنو المزاح كما مر بنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر من شيء عرف به، وما أعظم أن تعرف بالدعوة إلى التوحيد. هاي جميلة، ناس بيعرفوني يا أخي يقول لك ده الفنان الفلاني ببكي البنات وده ببكي الأولاد، ناس بيبكوا ذاته إن سألتهم بتبكوا ليه ما بعرف، والله يبكوا الواحد ويتخجع لا مالك بتبكي، يقول لك سكت الرباب، وخلاص ما سكت الرباب انت ما تسكت، انت هو سكت الرباب اللي ببكيك شنو، كلام ذاته عجيب. قال ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، خطأ بتاعه شنو يكثر، زول ما يكون كلامه شنو كثير فيما لا ينفع، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، مات قلبه. الورع والزهد الفرق بينات، الزهد أعلى، الورع ترك ما يضر في الآخرة، شيء اللي بيضرك في الآخرة شنو تتركه، يعني زول تلقاه راكب عربات وعمارات ساكن وكذا ويضحك ويتونس وإلى آخره وقروش وناي، لكن شيء بضره في الآخرة ما بسويه، معاصي وذنوب وشر وحاجات وإسراف في غير موضع. لكن الزاهد يترك ما لا ينفعه في الآخرة، ذاك بس بيترك اللي بيضره، ده مش اللي بيضره، اللي ما فيه نفع ذاته في الآخرة شنو بيترك الزاهد.